صديقي العزيز، اهلا بيك في مراجعه كده خفيفه لذيذه لواحد من اهم واقوى المايكات اللي تعتبر من افضل الاختيارات لناس كتيره داخله في مجال صناعه المحتوى، واللي كنت اتمنى وانا بشتري اول مايك وايرلس ليا ان ده يكون موجود من ضمن الاختيارات اللي قدامي في السوق، ولكنه زي ما قلت لك هو يعتبر جديد في السوق المصري واسمه مش دارج قوي في الاختيارات اللي انت بتفكر فيها لو انت هتجيب مايك وايرلس، وهو الكوميكا فيمو سي. وده اول مايك وايرلس جبته في حياتي، وهو يعتبر حاجه داهيه كده زي ما انت شايف، باكج كبير جدا. ولو ما تفتح الباكج ده كده بص، كان عندي جهازين ارسال، وطبعا جهاز الاستقبال بتاعي اللي بيركب على الكاميرا، وده المايك اللينس جو LWM308C. وطبعا لازم عشان اشغل المايك دوت لازم يكون معايا لافلير مايك، اللي هو المايك اللي بالسلك اللي بركبه فيه الجاك اللي هنا. وكانت قصه كبيره جدا كده عشان اشغل المايك دوت، ولو كنت عايز اديه لحد عشان يصور بيه واخد انا الداتا ديت اشتغل عليها منتج عليها، كان بيتلخبط جدا عشان يشغل المايك. كل المشاكل اللي كانت بتواجهني في اول مره اجيب مايك وايرلس يعتبر الكوميكا حلها، وبسعر افضل بكتير جدا من المنافسين الموجودين حاليا، لان لينس جو وقتها برده لما جيت اجيبه وعملت له مراجعه هكون سايبها لك في الاي اللي فوق هنا، فكان سعره برده مقدور عليه زي الكوميكا اللي هنتكلم عليه النهارده، سعره مقدور عليه جدا. ولكن عشان برده للامانه في شويه عيوب هنا لو انت مش هتقدر ان انت تتقبلها وانت محتاجها بالذات في صناعه المحتوى بتاعك، تابع معايا عشان تعرف هل المايك ده بالنسبه لك افضل قيمه مقابل سعر يلبي احتياجاتك ولا لا. يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا والله، أنا عمرو عطلة. وزي ما شفنا كده الطفرة اللي حصلت في المايكات، يعتبر الكوميكا عندنا جهازين إرسال وجهاز استقبال، وبداية من الديزاين والشكل بتاعه يعتبر صغير جدا، برضو عندك إنديكيتور، عندك شاشة هنا أي بي إس ملونة في جهاز الاستقبال بتاعك، وده بيضمن لك بشكل كبير جدا إن أنت هتبقى شايف الفويس بتاعك هل أنت بتسجل ولا لأ. البيلت كواليتي بتاعت المايك هو يعتبر من البلاستيك، يعني كله زي ما أنت سامع كده بلاستيك في بلاستيك، بجانب إن وزنه يعتبر خفيف جدا، فلو علقته عندك في الهدوم مش هتلاقيه بيشد الهدوم ويقع بيها. فخليني اكلمك في الاول كده يعني ايه على بياض كده العيوب بتاعت المايك تعتبر ايه بالنسبه لي بعد ما دخلت في مجال صناعه المحتوى شويه، اللي انا بدور عليه في المايك عموما. اول حاجه لو جيت بصيت على المايك بتاعك هنا هتلاقي ان المايك ما فيهوش اي مخارج خالص غير تحت خالص، اللي هو اليو اس بي تايب سي بتاعك. وصله التايب سي اللي عندنا في جهاز الارسال ديت هي مخصصه فقط للشحن، وده يخلينا نستنتج ان هنا ما عندناش امكانيه ان احنا نوصل لافلير مايك او المايك السلك عشان نوصله عندنا يبقى جهاز ارسال ونوصل مايك السلك ونخفيف الهدوم. بجانب برضو هنا عندنا زرارين بس فقط في جهاز الارسال بتاعنا، اللي هو زرار الباور وزرار تحتيه بيعمل لك اللينك للجهاز، او ان انت لو دوست عليه كده بيخلي الجهاز عندك زي ما انت شايف كده بيتحول من اللون الازرق للون الاخضر. فاللون الاخضر هنا معناه ان انت شغلت النويز كانسليشن، فدي ميزه حلوه برضو في المايك بتاعنا ان هو في نويز كانسليشن، ولكن احنا عندنا زرارين بس، وده يقول لنا ان المايك ما فيهوش انترنال ريكورد، يعني انا ما ينفعش اسجل داخليا من المايك ده واخد التسجيلات ديت امنتجها بعد كده، او ان انا ممكن استخدمها في بي رولز، استخدمها في ساوند افكتس بعد كده. فلازم عشان اخد صوت من المايك بتاعي لازم اكون موصل جهاز الاستقبال وموصله على كاميرا او موبايل. الميزه والترند اللي ماشي اليومين دولت في المايكات ان انت بيبقى عندك التشارجنج كيس بتاعتك، ودي بتضمن لك ان المايك معاك لمده 20 ساعه، تقدر انت تسجل في اي وقت. حجمه زي ما انت شايف كده قد الكف، زي ما انت قد كف الايد، حاجه جميله جدا. الميزه الثانيه برضو الاستخدام السهل بتاع المايك، مجرد ما تفتح الكيس كده وتطلع جهازين الارسال او الاستقبال، تطلع كده الاجهزه بتاعتك، بتلاحظ كده ان هو بيبدا يعمل ايه، كونكت كده، الجهازين قروا عندك على جهاز الاستقبال، خلاص انت جاهز هتوصل جهاز الاستقبال في الكاميرا بتاعتك او الموبايل بتاعك وتبدا تتكلم، مش محتاج بقى توصيلات او ان انت تدوس على ازرار معينه او اي حاجه. تعالى بقى اقول لك ايه اللي بيجي مع المايك ده. زي ما انت شايف كده بيجي معاه 2 ديد كات، والديد كات معروف ان هو بيستخدم في تصوير اللي فيه هواء، فانت لو معاك جهاز الارسال بتاعك كده مجرد ما هتحط الديد كات بتاعتك كده فوق الجهاز، بقى عندك زي فلتر هنا عشان يشيل لك الضوضاء لو في مكان بتصور فيه في هواء. وعندك وصلتين، عندك الوصله اللي هي بتاعه الكاميرا العاديه تي ار اس ل تي ار اس 3.5 مللي 3.5 مللي، وعندك الوصله الثانيه بتاعه الموبايلات اللي هي لو بتلاحظ كده بيبقى عندك فيه شرطه زياده في الجانب اللي هو الرصاصي دوت، اللي هي بتبقى عندك تي ار اس ل تي ار ار اس، ودي بتستخدم للموبايلات، ده الجانب بتاع الموبايل اللي بيركب فيه الموبايل، وده الجانب اللي بيركب فيه جهاز الاستقبال بتاعك. وهنا يجي عندنا نقطه مهمه جدا، خلي بالك بقى عشان دي ممكن تبني عليها قرار شراء المايك دوت من اساسه. المايك دوت بيشتغل على الموبايلات اللي فيها
ليها مخرج 3.5 ملي فقط. مش عارف ليه، مش عارف هما ما عملوش الحته ديت ان هو يشتغل على موبايلات اللايتنينج او بوصله التايب سي. وبرده انا حاولت مع المايك دوت، في عندي هنا في جهاز الاستقبال بتاعي في وصله تايب سي، ففي مايكات بتدعم ان انت تاخد الصوت بتاعك من التايب سي ده، فانا جبت وصله من مايك هوليلاند عندي ووصلتها هنا كده في المايك، وجيت اجرب ان انا اخد هنا في الموبايل بتاعي التايب سي، ما قراش معايا صوت خالص. لازم عشان اخد صوت من المايك دوت باخدها من وصله 3.5 ملي بس. معانا بقى القطعه ديت واللي تعتبر جديده في المايكات، اول مره اشوفها، وهي ان انت بتوصلها في مخرج التايب سي اللي عندك هنا كده عشان تعمل حاجتين. زي ما انت شايف كده بيدي لك مخرجين، مخرج 3.5 ملي عشان تعمل مونيتورنج للصوت، ان انت تسمع الصوت بتاعك، توصل هنا اي يو اكس بتاعك وتسمع الصوت لو انت عايز تسمع الصوت لايف وانت بتصور، وعندك وصل هنا للتايب سي عشان تشحن الجهاز بتاعك وانت بتصور برده. خلاصه ان انت عندك هنا عشان تشغل المايك دوت، فانت يا اما هتشغله على كاميرا فيها مخرج 3.5 ملي، هتشغله على موبايل فيه مخرج 3.5 ملي، هتشغله برضو على جهاز لابتوب او كمبيوتر فيه مخرج 3.5 ملي. اخر حاجه من الملحقات اللي بتيجي معانا وصلت اللي هي اليو اس بي لتايب سي، ودي بتستخدم للشحن. ولما نيجي نبص على جهاز الاستقبال بتاعك بيبقى عندك مخرج اللي بتاخد منه الاوت اللي هو بيتوصل بيه الكاميرا بتاعتك، وعندك زرار المود اللي هنا دوت اللي هو يعتبر برضو زرار الباور. فالزرار ده برضو بيعمل لك زي سويتش كده تغير المود بتاع التسجيل بتاعك، يا اما مونو او ستيريو او سيفت شانل. ودي من الحاجات برضو اللي فاجئتني في المايك دوت ان هو فيه سيفت شانل، يعني بشكل مبسط كده ان هو بيسجل الشانل بليفل اقل من الشانل التانية، عشان لو عندك الصوت عالي مرة واحدة تقدر ان انت تاخد الصوت الاقل عشان تعمل سيفتي شانل، يبقى انت في الامان، في عندك صوت متسجل على ليفل عالي وصوت متسجل على ليفل قليل. فخاصية زي كده موجودة في مايك دوت تعتبر حاجة ممتازة جدا. الناحية التانية من المايك بيبقى عندنا مخرج اللي هو التايب سي بتاعنا، بيبقى عندك زرارين هنا برضو ان انت تقدر تتحكم في ليفل الصوت لكل جهاز مستقل من اجهزة الارسال بتاعتك. اما برضو من الحاجات اللي فاجئتني في المايك دوت اللي ما كنتش متوقع ان هو ممكن يكون عنده حاجة زي كده، حاجة بسيطة جدا بس مش عايز اقول لك مهمة قد ايه في التصوير، ان انت ممكن تكتم المايك بتاعك مجرد ما هتدوس على زرار البرتقاني هنا ده كده، تعمل تكة واحدة بقى عندك باللون الاحمر، ده معناه ان هو كده ده ما بيسجلش، وبيجي لك في جهاز الاستقبال ان انت عندك الجهاز دوت ميوت، فتلاقي عندك ما بيديش اي انديكيتور لصوت خالص هنا. برضو لو انا عايز ارجعه تاني هقوم متك على الزرار تكه تانيه كده فشغل لي الصوت بتاعي، فاللون الازرق ده معناه ان هو كده شغال وكونكت. لو انا عايز اشغل خاصيه النويز كانسليشن هدوس على الزرار اللي تحت ده تكه واحده كده، فدلوقتي باللون الاخضر يعني دلوقتي عندك النويز كانسليشن شغال، هطفي النويز كانسليشن تكه تكه واحده، حاجه في منتهى البساطه الصراحه يعني. وما ننساش في الاخر لما بنلم المايك بتاعنا بالمنظر ده كده ونقفل المايك بتاعنا، عندنا هذه الشنطه الجميله القيمه جدا، ما تعرفش ان اهميه الشنطه ديت مهمه عندك قد ايه وانت بتتحرك بمايك بتاعك. ودي حاجه قيمه جدا ان الشركه تهتم بالتنقل والباكجنج، ان انت يبقى عندك شنطه تلم فيها كل الاكسسوارز بتاعتك كده، كل الوصلات كل الكابلات بتاعتك بالمنظر ده كده. فدي تعتبر لمسه من اللمسات البسيطه والجماليه المهمه جدا في ان انت تختار مايك عشان يبقى معاك سهل التحرك والتنقل بيه. ده المايك بتاعنا بقى اللي هو عامل ايه الهيصه دي كلها. وقبل ما نسمع مع بعض جوده الصوت بتاعت المايك دوت، تعالى اقول لك على السعر بتاعه. المايك الكوميكا الفيمو سي بيبقى فيه عندك ثلاث باكجات، اول حاجه اللي هو الفيمو سي 1 اللي هو جهاز ارسال واحد وجهاز استقبال واحد، ده بيجي بسعر 89 دولار. اما الفيمو سي 2 ده اللي بيجي بجهازين ارسال وجهاز استقبال، ده بيجي بسعر 119 دولار. اما الفيمو سي 3 اللي هو معايا دلوقتي دوت اللي هو بيبقى فيه جهازين ارسال وجهاز استقبال والتشارجنج كيس بتاعته، بيجي بسعر 139 دولار. وطبعا انا نفسي اقول لك السعر بالمصري، ولكن نظرا لتغيرات الاسعار فالسعر بالمصري مش ثابت، فانت خد السعر اللي بالدولار واضربه في سعر البنك. وعلى فكره الكوميكا بتنافس في شركه هوليلاند، فهوليلاند كانت منزله مايك اسمه لارك ام 1، مش معايا حاليا، اللي انا بسجل بيه دلوقتي هو اللارك ام 2، وده يعني مايك انا متحمس له جدا وليه مراجعه مفصله جميله جدا. ولكن تعالى بما ان احنا بنتكلم في اتنين منافسين اللي هو الكوميكا والهوليلاند، انا دلوقتي بسجل من اول الفيديو بالهوليلاند الام 2 زي ما انت شايف كده، هو مايك صغير ودي من الحاجات اللي بحبها فيه. تعالى نختم مع بعض كده ونحط مقارنه ما بين جوده الصوت في الكوميكا والهوليلاند، وانت احكم بنفسك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا هلا والله، انا عمرو عطله، والتسجيل دوت على المايك الهوليلاند اللارك ام 2 بدون اي تعديلات على الصوت، وكده احنا بنسجل من غير ما نشغل النويز كانسليشن
تعال نشغل نويز كانسليشن في الهولي لاند. وكده انا شغلت النويز كانسليشن وبجرب الهولي لاند اللارك ام 2. وتعال نسمع دلوقتي الكوميكال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا هلا والله انا عمرو عطا الله. ودلوقتي احنا بنسجل في مايك الكوميكا وبدون استخدام اي مؤثرات على الصوت، وبرده من غير ما نشغل النويز كانسليشن. تعال نشغل النويز كانسليشن كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا هلا والله انا عمرو عطا الله، وده تيست للمايك الكوميكا مع تشغيل النويز كانسليشن. خليني اقول لك ان المايك الكوميكا بيدي لك اريحيه لمسافه تسجيل بتوصل لغايه 200 متر بارير فري، يعني ما بيبقاش فيه حواجز ما بينك وما بين المايك. فتعال نعمل كده تيست بسيط ونرجع ورا ونشوف الصوت هيلقط معانا. وانا بتعمد برضو ان انا ادي للمايك ظهري وانا ماشي. احنا دلوقتي وصلنا مثلا ل 50 متر وشغالين. هل الصوت شغال تمام؟ تيست صوت مايك 1 2 3. تيست صوت مايك 1 2 3. وعلى فكره مش مشغل النويز كانسليشن. فبالنسبه لكده احنا وصلنا ل 100 متر، ودي حاجه انا شايفها اكتر من كافيه ومميزه جدا في المايك الكوميكا، اللي يعتبر خلاص واحد من المعدات المهمه في تسجيل الفيديوهات بتاعتي، واللي بالمناسبه حل محل المايك اللينس جو. والمايك اللينس جو دوت بالمناسبه السعيده ديت هو يعتبر جيف اوي، ده هديه لاي حد ممكن تكون ليك انت. فانا يهمني ان اللي هياخد المايك دوت يكون محتاجه ويستخدمه استخدام كويس. فلو انت عايز المايك اللينس جو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه، اشترك في القناه واكتب لي في الكومنتات ايه رايك في المايك الكوميكا. ولو انت محتاج المايك اللينس جو اكتب لي السبب اللي انت عايز المايك ده عشانه وانا هختار من الكومنتات. وبرده لو عايز تبعت لي على الانستجرام اتاكد ان انت تكون عامل لي فولو على الانستجرام. وباذن الله مستني اشوفك الفيديو اللي جاي. انا عمرو عطا الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.